تفضل عبد الرحمن. تفضل ناخذ اخونا من السلطنه العزيزه. يا مرحبا وسهلا. الله يحييكم ويبقيكم ويا مرحبا بكم ويا مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا، لان ما يبقى من المرحبا ولا مرحبا في الجميع. الله يطول بعمرك. وصلنا معكم طال عمرك وما لقينا الا المرحبا، وانتم اهل مرحبا واهل كفو واكثر من هذين. اخوكم سالم الجنيبي من سلطنه عمان. والربع ما شاء الله عندهم براد، واني ترى جاي من صلاله. يا سلام. الاجواء معنا في صلاله كلكم خابرين، وندعوكم ان شاء الله كلكم زياره في صلاله باذن الله. متذوق للشعر وهاوي للتقديم وحب اعيش الحياه الواقعيه. يا سلام. وصول لهذه المرحله وعند المطاليق والنشامه وعندك الله يحيي يكفينا طول عمرك، ونطمح ان شاء الله للشيء اللي يجملنا ويجمل الجمهور اللي ورانا وينتظرنا، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظن كل من ساهم عندنا وكل من دفعنا يعني لهذا الشيء، وان شاء الله ان نكون مجملين وعندنا ابيات بنعدهن. استاذنك من يقول: اهلا بكم يا احبابنا يا الحاضرين، اهل الوجيه الطيبه والسميحه، حاضر وعندي ذا المسا بس بيتين بيتين توصف ما تكن القريحه. اللي فعل بك زين افعله الزين، واللي يضيق معبرك عنك زيحه، لا تكدر الخاطر ولا تحزن العين، اهدى وخل اجوارحك مستريحه، واللي يفكر يحزنك خله سنين يموت ما يشهد لشخصك طيحه. وان شاء الله الشيء اللي عندنا باذن الله ان وصلنا لمرحله ال 24 ان نقدمه ونكون عند حسن ظن الجميع. كل التوفيق للشباب كلهم، وعسى الله يجملنا بعيون النشام اللي مثلكم شرواكم وعيون الجمهور. ويا مرحبا بك. يا مرحبا يا سالم. الله يحييك ويبقيك. شخصية جميلة. الله يطول عمرك. صرت رائع. تسلم وتبقى. الله يحييك يا سالم. عند اخوانك في بلدك الثاني. بلا شك طال عمرك. عند اخواننا واهلنا واحبابنا. وعند اهل المرحبا في ذمتي. الله يحييك يا مرحبا. الله يحييكم. نروح لاخونا الجنتلاوي. اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واتم المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اولا نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.